مشاهدينا مساء الخير واهلا وسهلا. لعبة حظ جديدة عم بتلاقوها على ال بي سي اسمها يومية، يومية لأنه بتلاقيكم كل ليلة بهالوقت دغري قبل الأخبار، ويومية لأنه بتعطيكم فرصة تربحوا جوائز كتير حلوة من الألوف للمليون. أنتوا عليكم تختاروا أرقامكم وتختاروا المبلغ يلي بدكم تدفعوه وتنضموا لإلنا لتعرفوا إذا أنتوا تربحوا باليومية. بداية خلونا نرحب بمندوب وزارة المالية وعضو لجنة المراقبة على صحوبات وأعمال اليومية الأستاذ سيزار عيسى، أهلا وسهلا فيك. بونسوار، كيفك اليوم؟ نشكر الله. سحب جديد من لعبة اليومية رح نكون برفقتها سوا ومعك المشاهدين، بس خلونا مثل العادة مشاهدينا نعرفكم على كيفية لعب هاللعبة الكتير حلوة بها الريبورتاج. يومية، لعبة جديدة من اللبنانية للألعاب. كيف بتلعب؟ نقي اللعبة يلي بدك تلعبها، يومية 3، يومية 4 أو يومية 5. نقي أرقامك من 0 لل 9 من كل سطر رقم. 3 أرقام لشبكة يومية 3، 4 أرقام لشبكة يومية 4، و5 أرقام لشبكة يومية 5. اختار المبلغ يلي بدك إياه من 500 ل 3000 ليرة، كل ما تزيد القيمة كل ما زاد ربحك. اختار كيف بدك تلعب، بالدور أو حيالله. إذا لعبت حيالله وطلعوا أرقامك حيالله رح تربح. إذا لعبت بالدور وطلعوا أرقامك بالدور يعني بنفس الترتيب ربحك أكبر. مع يومية من اللبنانية للألعاب رح تربح قد ما بتلعب وربحك بيوصل لل 120 مليون ليرة. يومية، كل يوم يومك. كل يوم يومك كرمال هيك اسمها يومية. اختاروا اللعبة اللي بدكم تلعبوها وتشاركوا فيها ونقوا المبلغ اللي انتو عبالكم تختاروه وتدفعوا. ومن دون اي تأخير خلونا نبلش مع اول سحب لليلة، ومثل العادة نبدأ مع اليومية 3. رح نكون سوا اذا مباشرة على الهواء عبر ال بي سي اي بهالسحب الجديد من يومية لليوم الاثنين اول شباط ال 2016. وعلى امل بداية هالشهر تكون حاملة مع تفاؤل وارقام حلوة وارقام رابحة لكتار منكم. وبنبدأ مع أول سحب لليلة لليومية 3 وأول رقم الرقم 4، ثاني رقم الرقم 0، وثالث رقم ثالث طابة هي الرقم، هات لنشوف الرقم 1، 1 مثل اليوم أول فيفريه أول شباط. يلا هات لنشوفها، يلا بنشوفها سوا اذا على الشاشه. 401 اذا اخترتوا هالثلاث ارقام مشاهدينا واخترتوا تلعبون بالدور يعني بنفس الترتيب عليكم تضربوا المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ب 400 مره. اما اذا اخترتوا هالثلاث ارقام كمان واخترتوا تلعبون حيال يعني مش بالضروره بنفس الترتيب عليكم تضربوا المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ب 70 مره. وهلا بننتقل للسحب الثاني مثل العاده مع اليوميه 4 و4 ارقام جديده. عن جديد على الماشين والسحب جديد والسحب الثاني لليلي. بذكركم يومية موجودة بكافة مراكز ونقاط بيع لليبانيز دي جو بكل لبنان. اسألوا عن ورقكم وتكسوا أرقامكم. أول رقم مع اليومية 4 الرقم 0. أو ماي جاد، أوكي. وثاني رقم كمان 0، هات لنشوف. حلوة يعني يلي مبلش يفكر فيها حلوة. ارتالت رقم الرقم 2 ورابع رقم الرقم 5، حلوين. 0 0 2 5، إن شاء الله عن جد يكون كتار منكم اختاروا هالأربع أرقام. إذا اخترتوا هالأربع أرقام واخترتوا تلعبون بالدور واخترتوا مثلا تدفعوا تنقول مثلا 2000 ليرة، 2000 ضرب ال 4000 مرة بتربحوا 8 مليون ليرة. إذا اخترتوا هالأربع أرقام واخترتوا تلعبون حيال يعني مش بالضرورة بنفس الترتيب وكمان مثلا اخترتوا تلعبوا 2000 ليرة 300000 ليرة. أكيد عليكم تضربوا ال 2000 ب 150 لتربحوا 300000 ليرة لبنانية. حلوين، إن شاء الله عن جد حدا يكون اختار هالأرقام. يلا خلينا ننتقل لاخر سحب لليله مع اليوميه 5 على امل يكون كمان عندنا ارقام حلوه باخر سحب لليوم. هات لنشوف سوا مباشره على الماشين. بنذكر هذا سحب اليوم الاثنين اول فبراير اول فبراير 2016. يلا جود لك اكيد للكل. اول رقم الرقم 3 صفر، يوم له حظ كتير كتير عن جد. يلا 3 0
هالتسعة ولا الستة دايما بغلبت فيها؟ تسعة. تسعة. ثلاثة صفر تسعة. Two more to go. يلا هات لنشوف. الرقم ستة. خامس وآخر رقم لسحب الليلة من يومية خمسة. عن جديد حلوين. نايس. ثلاثة صفر تسعة ستة ستة. هولي أرقام سبيسيال. اوكي، إذا اخترتوا هالخمس أرقام برجع بذكركم، إذا اخترتوا تلعبوا مثلا بأكبر مبلغ اللي هو 3000 ليرة واخترتوا تلعبون بالدور 3000 ضرب ال 40,000 مرة لتربحوا أكبر جائزة اللي هي 120 مليون ليرة لبنانية. أما إذا اخترتوا تلعبوا كمان مثلا 3000 ليرة واخترتوا تلعبون حيلا يعني مش بالضروري بنفس الترتيب 3000 ضرب ال 350 مرة لتربحوا مليون و50 ألف ليرة لبنانية. إن شاء الله تكونوا اخترتوا هالأرقام وإن شاء الله تكونوا كتار عم بتشاركوا باللعبة اليومية لتربحوا كل يوم. على كل حال رح نرجع نشوف معك سيزار بعد ثواني نتائج سحب الليلة من اليومية. بلشت تلعب يومية؟ مرتين. مرتين؟ شو لعبت؟ أي ثلاث أرقام. الثلاث أرقام ولا رقم ولا واحد. رقم واحد جبت مرة. فرح أزعل منها. يلا ننتقل مباشرة إذا على الشاشة لنشوف سوا معك النتائج. أوكي. سحب يومية لتاريخ 1 شباط 2016. الرقم ربحان بيومية 3 هو 401 ويومية 4 هو 0025 وبيومية 5 الرقم ربحان هو 30966. حلوين، هذا كان إذا سحب الليلة أول شهر وعلى أمل يكون في عنا رابحين كتار بهاللعبة. على كل حال نحن معكم ليلية بهالوقت لتستفيدوا أنتم من هاللعبة الحلوة والسهلة جدا. بس اختاروا أرقامكم، اختاروا كم رقم بدكم تلعبوا، ثلاثة، أربعة أو خمسة، اتس أب تو يو، واختاروا المبلغ يلي بدكم إياه. لقيتوا فراتة شوي بالجزدين من هون، بالسيارة من هون، على اليومية، دايركتلي، ما تفكروا فيها مرتين. واعطوا مجال لحالكم تربحوا هالجوائز الحلوه يوميه وليليه عبر الال بي سي. هذا كان سحبنا لليله. سي سيزار ميرسي كثير على وجودك معنا. اهلا وسهلا. وبنلاقيك كمان بسحوبات ثانيه مش بكره صح؟ لا حسب بكره بنشوف الدوام. مشاهدينا شكرا كثير لمتابعتكم لنا، لاقوني بكره بسحب جديد من اليوميه. باي. لازم نشتغل سوا، نتحدى سوا. سوا عاشوا قصة حب كلكن عشتوها معن، وسوا رح يرجعوا يعيشوا أجمل لحظات الحب من جديد. يوسف الخال وإمي صياح بطلوا الليل سوا مباشرة ضمن نشرة الأخبار المسائية ليطلقوا قصة جديدة بدراما جديدة تبدأ مباشرة بعد الأخبار. بطاقة تجار بيروت للتسوق بلبنان وبالخارج استعملها، والنقاط الفورية جمعها، وهلأ بشهر شباط صار فيك تدوب للنقاط وتدخل السحب شو ما كانت القيمة اللي صرفتها لتكون من ال 15 رابح بقصائم شرائية. بشهر شباط دوب للنقاط وارباح. بنك لبنان والمهجر، راحة البال. مساء الخير. في العناوين: القوات ترد على فرنجي، علي حسن خليل والغبن المسيحي وسفر يشوع بن سراخ. وفي أبرز العناوين أيضا: البلديات وحرق النفايات والادعاء عليها أمام النيابة العامة. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. عاد وزير المال علي حسن خليل إلى العهد القديم ليرد على العهد الجديد. عاد إلى سفر يشوع بن سراخ، أي إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ليقتبس منه كل مظلومة تمحى والأمانة تبقى إلى الأبد. جاء هذا الاقتباس رداً على عظة البطريرك الراعي أمس، والتي تحدث فيها عن التمادي في نقض قاعدة الميثاقية في وظائف الوزارات والمؤسسات العامة. لكن اقتباس وزير المال عن المظلومة
لم يمحوا حتى الآن المظلومة اللاحقة برئيسة دائرة المكلفين باسمة أنطونيوس، فهل تكمن بكركي رفع سقف موقفها بعد غد الأربعاء في البيان الشهري لمجلس المطارنة؟ في الانتظار اندلع سجال بين معراب وبنشعي على خلفية ما قاله النائب سليمان فرنجي في حديث صحفي. هذا الحديث ردت عليه القوات فيما امتنعت أوساط بنشعي عن الرد على الرد. حديث فرنجي طاول أيضا التيار الوطني الحر لجهة ثقله النيابي، ما استدعى ردا غير رسمي على موقع التيار تحت عنوان الأرقام تطحد كلام فرنجي عن أصوات المسيحيين والشيعة وسرعان ما سحب عن الموقع. البداية من السجل الرئاسي. قبل أن يبرد كلام رئيس تيار المرد سليمان فرنجي أمام بعض الصحفيين، جاء رد معراب سريعا وواضحا. للتذكير أن فرنجي قال بعيدا عن الكاميرات إن جعجع أبلغ لجنة الحوار بين المرد والقوات استعداده السير بترشيحه شرط حصول القوات على وزارة الداخلية وعدم وصول العميد شامروكوز إلى قيادة الجيش ومساعدة القوات على فتح حوار جدي مع حزب الله. رد معراب جاء ببيان قالت فيه إنه في سياق البحث بين القوات وتيار المرد في الشأن الرئاسي منذ حوالي السنة تقريبا طرحت فرضية ترشيح فرنجي حيث لم تمانع القوات، وهذا أكبر دليل على حسن نيتها تجاه النائب فرنجي.